وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء. مين فينا مش بيغلط؟ على فكرة ده سؤال كل واحد مننا محتاج يسأله لنفسه ويسمع الإجابة بصدق. مين فينا مش بيغلط؟ أنا أقدر أجاوب بالنيابة عننا كلنا وأقول محدش مش بيغلط، كلنا بنغلط، كلنا بنقع، بس طبعا أخطائنا مش شبه بعض. طيب هنا السؤال، إيه سر النظرة الدونية اللي بنبص بيها على اللي بيغلط أو على اللي على معصية؟ ما احنا لسه متفقين إننا كلنا بنغلط، مش عشان ربنا سترك تقوم تبص للمخطئ نظرة دونية. موضوع مهم هنتكلم فيه مع ضيفنا الشيخ أحمد علوان من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. مرحبا يوسف دعاء، الله يبارك فيك، الله يكرمك. ربنا يعني يسترنا جميعا ويغفر لنا كده ويعافينا كده من كل الأخطاء بتاعتنا ويتوب علينا. زي ما قلنا كده في المقدمة أن الواحد ممكن يكون ربنا ستره، بس صحيح. مش معناه أنه مش بيغلط، صحيح. فما ينفعش أقوم أنا أبص للي بيغلط أو أشيل الستر عنه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. كل بني آدم خطأ، أكيد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما في أحد على وجه الأرض لا يخطئ، والعصمة دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فما فيش حد، المعصومين على الأرض كانوا الأنبياء والمرسلين، سوى الأنبياء والمرسلين كل الناس يخطئون. أنا هغلط النهاردة، غيري هيغلط بكرة، فأنت اللي أخطأ قدامك ده سواء كان زوجتك، يعني مثلا ممكن تقوم الدنيا ولا تقعد، وانا بحب اقف مع موضوع الزوج والزوجه، لان ممكن تبقى المشكله بسيطه جدا جدا ويجي هو ما يعرفش يتعامل مع المشكله، حاجه وقعت منها غصب عنها. طب ما انت امبارح في حاجه وقعت منك، ما حدش عمل معاك حاجه. ففي ناس بقى اللي هو بيتصيد او بيتلصص او بيستنى الحاجه، لا، التغافل ده كما قالوا التغافل من شيم الكرام. لازم انت في حياتك الزوجيه لازم في حاجه تعديها. ما هو في واحد متغافل، وفي واحد يعني معلش في الكلمه مغفل. احنا المغفل دي لا، احنا متغافل، انت عارف انه حصل كذا بس انت عشان انت دماغك كبيره فبتعديها بتفوتها. زي موقف السيده عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها، لما كان النبي عليه الصلاه والسلام عندها في يومها، والسيده ام سلمه ارسلت طبق عليه اكل، فالسيده عائشه كسرت الطبق فوقع الاكل على الارض، فالنبي عليه الصلاه والسلام انحنى كده وجمع الطبق وخلاص وقال: غارت امكم. ده تغافل، ده في حاجات انت لازم تعديها، لازم تكبر دماغك فيها عشان حياتك تمشي، لانك لو وقفت على كل حاجه لا، الحياه كده هتبقى انت يعني تتعب فيها. فالخطا وارد من اي حد، فطالما ان الخطا وارد من اي حد انت ممكن تغلط، يبقى غيرك هيغلط، فانت تعدي وتتجاوز وتعرف ازاي تتعامل مع الخطا، علشان انت لما تغلط الناس تعمل معاك، او زوجتك تعمل معاك، او اولادك يعملوا معاك زي ما انت عملت معاهم، تمام؟ والا فاللي انت بتعمله هيتعامل معاك، ما هو المعامله بالمثل. أول حاجة المخطئ ده اللي أخطأ إزاي أتعامل معاه؟ لازم أكون رفيق، يعني يبقى في رفق، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، هيبقى حلو. تخيلي كده يا أستاذة دعاء إن حد من الأولاد عندي في البيت أو عند أي حد دلوقتي في بيته أو زوجته عملت حاجة، والحاجة دي أنا قلت مثلا كده طيب وابتسامة كده: يلا حصل خير، قدر الله ما شاء فعل. هتعدي الأمور ولا مش هتعدي؟ هتبقى لازم تعدي الأمور خلاص. بخلاف واحد بقى هو كل شوية تكسر لنا حاجة، هو احنا مش هنخلص بقى، هو العيال عاملة وش ليه؟ لا، هتعمل مشكلة، ممكن هي زوجتك ترد كلمة مع كلمة، طب خلاص، طب مش عارف ايه، ممكن يرمي اليمين علشان سبب تافه جدا وبسيط. الرفق والحاجة اللي بعد الرفق او تكون موجودة مع الرفق على طول ملازمة لموضوع الصبر، ان انا اصبر على حاجة. دايما بيقولوا ان المشكلات او اغلب نسب الطلاق بتبقى سنة اولى زواج، يعني حتى بيقولوا في دراسة كده ان لو الزوج او الزوجة حصل ما بينهم كل يوم 3 مشكلات، يعني في السنة يعملوا 1000 مشكلة، ده طبيعي جدا. في اول سنة طبيعي جدا يبقى بين الزوج والزوجة 1000 مشكلة في اول سنة. يجي مثلا الزوج او الزوجة: اصل كل شوية مش عارف ايه، اصل مش عاجبه رد عليه، اصل ما اعرفش بعمل له الاكل بقدمه بالشكل الفلاني او بالطريقة الفلانية فمش بيعجبه. شيء طبيعي الجواز ده بالذات، كل واحد متربي في مكانه وفي بيته بطريقة، صحيح. فعلى بال ما الطباع تتطبع على بعض زي ما بيقول، صحيح. بتاخد وقت، فلازم احنا نتأقلم على ده ونعرف ان ده طبيعي. ده طبيعي، تمام.
ليه؟ لان كتير من الشباب بيبقى متعجل وخلاص، يعني انا في مشكله حضرتها عشان كده بيحصل ما بين زوج طلاق كتير في اول سنه جوال. ما بين شابين قعدوا مخطوبين 3 سنين خطوبه 3 سنين والله العظيم يا استاذه دعاء الزواج لم يدم اكثر من شهر، لا حول ولا قوه الا بالله. قعدنا معاهم لحد الساعه 1 2 بالليل عمالين نقنع في البنت لا خلاص. فالفكره في ان هي تعجلت والولاد عاوز يكمل حياته وما عندوش مشكله، ما عنديش مشكله مع زوجتي يا جماعه، بس الحاجه اللي هي مضايقاها طب ماشي نعملها وعادي وده وارد، لكن هي استعجلت فخلاص مصممه خلاص وانفصلوا بعد شهر زواج ومخطوبين قد ايه؟ 3 سنين. فهنا برضو احنا يعني كان دايما سيدنا عمر يقول تفقهوا قبل ان تسودوا، يعني انت مقبل على حياه لازم تعرف ان اللي رايح يحج ده مش بيسأل مشايخ وبيسأل علماء وبيشوف فيديوهات وبيسأل بيقرأ كتب علشان ايه؟ علشان هو رايح يحج. طب الحج ده هيعمله في قد ايه؟ في اسبوع؟ في 10 ايام؟ انت هتعيش حياة زوجية هي اطول مرحلة في حياتك طبعا. انت لو اتجوزت وعندك 25 سنة لو انت عشت 60 سنة يبقى انت عشت بقية عمرك وانت متزوج، خدت بال حضرتك؟ يبقى دي اطول مرحلة عمرية في حياة الانسان، فانت لازم تفقه هذه الحياة قبل ان تقدم عليها. انا بيعجبني دار الافتاء عاملة دورات ل للشباب المقبل على الزواج، ويا ريت الناس تقبل عليها وتعرف ان ايه طبيعه الجنس الاخر. ما هو ربنا سبحانه وتعالى لخص الموضوع ده كله في 3 كلمات سوره آل عمران: وليس الذكر كالانثى. لو احنا فهمنا دي هنرتاح، لو فهمنا دي وقفنا عليها، لان حتى طبيعه المراه، تكوين المراه، التركيب الفسيولوجي، التركيب البنائي، حتى عظمها، حتى مخها، حتى يعني التفاصيل بتاعه المراه مختلفه عن تفاصيل الرجل. ولذلك ها الله سبحانه وتعالى صدق حين قال: وليس الذكر كالانثى. اقول طرفه كده، حتى مساله المخ بيقولوا ان مخ الراجل اتقل في الوزن، اتقل من مخ المراه بحوالي 100 جرام. يعني الراجل حوالي 1400 وشويه وهي 1300 وشويه. فكنت بقول ايه؟ كتبت ده على صفحتي مره على الفيس. فبقول لما لو بطرفه يعني ما حدش يعملها، لو قال لك انتوا ناقصات عقل قولوا له ما انتوا مخكوا تخين. لان مخه ايه؟ اتقل من مخه. اتقل. دي دي دي, دي حاجه حقيقيه. فالفكره في ان احنا لازم نفهم طبيعه الاختلاف. ولازم نفهم ان ما هو الاختلاف ده بيخليهم يكملوا بعض. يعني مثلا ممكن الزوجه مثلا تصغر تكبر حاجه صغيره مش عارف ايه، طبيعه المراه كده. طبيعه المراه يقول لك يعني هي طبيعه المراه بتركز في التفاصيل. صحيح. فالراجل لما ما يركزش معاها في نفس التفاصيل ده بتزعل. يبقى مثلا ممكن تكون هي مروقه مثلا البيت وكده وحاطه مثلا انتيكه مش عارف على صفرة ولا مش عارف ايه، وجايبه الورد مش عارف ايه، مش واخد بالك. لا هو الرجل كرجل لانه عقلي وعملي فما بيشغلش باله حاجات زي كده التفاصيل دي ومش عارف ايه، فيزعلوا بقى من بعض. يزعلوا من بعض. هنا بقى الرجل الذكي والحصيف واللي هو يعني كانوا بيقولوا الذي يستطيع أن يسوس امرأة يستطيع أن يسوس دولة. تمام. الموضوع محتاج بس إيه؟ حنكة. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال فاقبلوهن على عوج، يعني أنت بقى تقدر هو ممكن في مشكلة أو في الحاجة اللي هي بتقوله العوج ده اللي هي الحاجة العاطفية، يعني عاطفية هي بتفكر بقلبها يعني. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الحاجة العملية بتبقى تفرق مع الناس. لو المرأة معوجة هتتعوج كده، العوج اللي هو مش حاجة وحشة، لا على فكرة حلاوة المرأة في عوجاجها. لأن المرأة لو اتعاملت إن هي عسكري كده دغري وأنت كراجل اتعاملت مش هتتقابلوا مع بعض طبعا، خطين متوازيين. فهي لو اتعوجت أنت ميل من ناحيتك شوية بس، اللي هو طيب حاضر يا حبيبتي خلاص حصل خير معلش والله ما خدتش بالي، زي الحاجات اللي احنا قلناها من شويه موضوع الانتيكه اللي هي عملت تغييرات وانت ما انتش بقالك 10 دقايق ربع ساعه وعماله تقول لك طب بس شوف كده وانت مش واخد بالك، انت اصلا راجع من بره ما انتش مش في دماغك. فممكن يعني انت مش واخد بالك من دي، ممكن بقى تحصل مش يعني انت موقفاني علشان حاجه زي كده. ممكن تبقى تداري الموقف زي ما شاء الله دي جميله تسلم ايديك والله كده بس. هو البقين دول هما اللي بيفرقوا. خدت بال حضرتك؟ الرفق والصبر، احنا قلنا بعديه على طول الصبر. اضرب لحضرتك مثال رائع. حتى مع الاولاد انا لازم اصبر على اولادي واصبر على زوجتي وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. تمام؟ لو زوجتك مقصره في الصلاه ولا حاجه ما تقعدش تعنفها ولا تقول لها كلام ولا تتعطم فيها وتقول لها انت لا، يعني بشويش بشويش، لان انت لو مكانها ما مش هتعمل معاك كده. تمام. واصطبر عليها،
لما النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني في موضوع التعامل مع ابنك اللي مقصر ولا انت عاوز تغير من سلوك ولا هو بيغلط في حاجات فانت عاوز تقومه، خلي بالك مش هيتقوم في يوم وليلة، دي تربية. النبي قال ايه؟ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. كم سنة فرق؟ 3 سنين. علموا أولادكم أو مروا أولادكم كما جاء عند أبي داود بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليهم أبناء عشر. ما قالش واضربوهم عليهم أبناء سبع وشهر ولا أبناء سبعة ونص ولا أبناء تمانية، 3 سنين. إيه التكل اللي هنا؟ إحنا بنصلي في ال3 سنين كم فرض؟ إحنا عندنا اليوم في 5 صلوات في السنة 365 يوم. السنة دي فيها كم فرض؟ لو ضربنا الخمسة في 365 1825 فرض. في ال3 سنين 5475 فرض. يعني أصبر على ابنك 5475 مرة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، ما تستعجلش، أنت لازم تطول بالك. ابنك غلط دلوقتي، هو عمره ما هيصلح الغلط في الحال، تمام؟ انت لازم تطول بالك، ولازم التربيه محتاجه نفس طويل. يبقى احنا عندنا الرفق رقم واحد، رقم اتنين ان احنا نصبر، حتى برضو التعامل مع البنت اللي انت عايزها تتحجب مش بلوي الدراع ولا بالعنف ولا مش هتخرجي من البيت الا وانت لابسه، لا. اولا في خطوات، في تهيئه، في اقناع، في اسلوب حلو، في الحجاب، انت عاوزه تلبسي الحجاب، هجيب لك الحجاب اللي انت عاوزاه واحسن وبزياده وبدل الطرحه 2 و3، ونعمل مكافآت ونبدأ نشجعها ونحببها وهدايا، اللي هو بتعمل حاجة. يعني أنا فاكر كان بعض العلماء يوم ما بنته اتحجبت عمل لها حفلة، عمل لها حفلة وجاب زميلاتها، اللي هو حسسها أن هي عملت حاجة فارقة في حياتها، تمام؟ فأصبحت البنت قدوة لإخواتها اللي أصغر منها، عملوا زيها ليه؟ عشان هم منتظرين يتعمل لهم حفلة زي أختها. طبعا ده المعنى، يعني من باب الحب كده والتحبيب كده، وهو هو ده ديننا، لا إكراه في الدين، مفيش اي حاجه بالاجبار، تمام؟ بس تمام. كلام جميل، وربنا يكرمك يا شيخ احمد، ربنا يكرمك. واحنا دلوقتي هنشوف مع بعض اول تقرير من تقارير الخير لمؤسسه سوق يعني. ادي محطة المثاني اللي احنا فيها، كنا موجودين هنا من حوالي شهر تقريبا، وكنا بنقول لكم ان احنا عايزين نبدأ شغل في المحطة، والحمد لله احنا دلوقتي جايين بعد شهر بنقول ان احنا شغالين في المحطة، والمهندس طمنا وبشرنا ان احنا بإذن الله يعني من اسبوع لعشر ايام هتكون المحطة جاهزة ورفع كفائتها ان شاء الله نستلمها من اسبوع لعشر ايام. موضوع رفع الكفاءة هنا متوقف على إيه؟ إن أصلاً المحطة هي كانت موجودة بس للأسف مش بتكفي احتياجات الناس. يعني في بير محفور جنب المحطة بيضخ حوالي 150 متر مكعب، فرفع الكفاءة اللي عملته مؤسسة سقيا الماء إن هي بتحفر بير تاني بناء على الاحتياج. البير ده من حوالي عمقه من 90 متر ل 120 متر تحت الأرض، علشان هيضخ 150 متر مكعب تانيين يضافوا لل 150، يبقى الإجمالي اللي بتطلعه المحطة هنا، محطة المثاني اللي انتوا شايفينها ورايا دلوقتي، هتطلع حوالي 300 متر مكعب علشان تكفي حاجات الناس هنا وتكفي معيشتهم وحياتهم. الناس اللي هنا قد ايه؟ حوالي 20,000 نسمة بفضل الله، بالإضافة إلى المصالح والخدمات الحكومية من مدارس، من مسجد، من وحدة محلية، من مستشفى، من وحدة إسعاف إلى آخره. كل ده هتخدمه المحطة، أو كل دول هينتفعوا بالناتج من
محطة المثاني، بالإضافة أن احنا الحمد لله محطة الشماس في مطروح برضو احنا خلصناها، والشماس والمثاني، المثاني اللي احنا واقفين قدامها دلوقتي دي ضمن خمس محطات مؤسسة سقيا الماء قائمة على رفع كفائتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسنات كل من ساهم سواء في محطة الشماس أو في محطة المثاني اللي احنا واقفين قدامها دلوقتي، في ميزان حسناتكم يا رب قدام ربنا سبحانه وتعالى، ويبقى ده مظلة لكم يوم القيامة، وتنالوا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. تعالوا بقى نشوف الحفار والبير اللي مؤسسة سقيا الماء بتحفره علشان هيضخ 150 متر مكعب يضافوا للـ 150 اللي موجودين علشان المحطة تطلع 300 متر مكعب تكفي 20,000 نسمة. تعالوا معايا. الحفار اللي انتوا شايفينه ورايا ده اللي بيحفر ووصل لعمق 90 متر ولسه هيكمل لحد 120 متر عشان يضخ 150 متر مكعب تضاف للبير اللي موجود جنب المحطه، محطه المثاني 150 عشان يطلع التوتال 300 متر مكعب علشان يختموا ال 20,000 نسمه. لكن انا لفت نظري حاجه وانا واقف وبنستعد وبنجهز علشان نصور، يعني الشمس، يعني شمس الشتاء وما ادراكم ما شمس الشتاء. الشمس اللي هي بعيدة عننا دلوقتي 150 مليون كيلومتر، 150 مليون، يعني العلماء يقولون لو اقتربت الشمس من الأرض سنتيمتر واحد لاحترق كل ما على ظهر الأرض، ولو ابتعدت الشمس سنتيمتر واحد عن موقعها لتجمد كل ما على ظهر الأرض. وهي الشمس بعيدة عننا قد ايه دلوقتي؟ دلوقتي الشمس بعيدة عننا 150 مليون كيلومتر. تعرف شمس الآخرة هتبقى بعيدة عننا قد ايه؟ على أقصى تقدير 4 كيلو، أقصى تقدير عند الشافعية والحنابلة 4 كيلو، ودلوقتي 150 مليون. طيب ايه اللي ينجيني في الآخرة؟ انك تتصدق. ما هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. تخيل كده لما أنا بعمل على إيديا كده بتظلل شوية، فما بالك بقى المكان كله المحيط اللي فوقية ده عبارة عن مظلة. عاوز حاجة تظلك كده من الأعمال التي تظلك يوم القيامة؟ الصدقة. فإحنا دلوقتي قدام محطة المثاني، لو حد بيشوفنا دلوقتي لو لسه ما ساهمش أو ما حطش صدقته في محطة المثاني أو بقية المحطات الخمسة اللي احنا بنعملها في مطروح، يلا اعمل حاجة تظلك في ظل الله يوم القيامة، وده باب من أبواب الخير وعمل من الأعمال التي تظل صاحبها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في موازين حسناتنا، اللهم آمين. مؤسسة سقيا الماء أبواب الخير كتير، ساعدنا وساهم معانا بدعمك وتبرعك، هنفضل مستمرين في توصيل المياه للأسر الفقيرة. مد إيدك بالخير لينا، أهالينا لهم حق علينا. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. طبعا بنقول دايما ان الاصل في مؤسسه سقيا الماء هو الماء. صحيح. يعني مشروعات الميه الحمد لله ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى، والمشاريع الجميله اللي احنا بنعملها سواء كانت محطات او وصلات او ابار، والابار بقى سواء كانت صغيره او كبيره زي البير الروماني اللي ما حدش خالص في مصر عمل يعني او قام على ترميم او عدد ترميم بير زي ده، بير الروماني اللي ساعته 2500 متر، والحمد لله كان من توفيق ربنا سبحانه وتعالى، علشان كل ما الخير بيكبر بيخدم ناس أكتر، زي ما شفنا إن القبائل والبيوت اللي حوالين الأبار بتنتفع بالبير ده، وأي حد بيساهم، دايما بنركز على النقطة دي، أي حد بيساهم في أي حاجة له أجر وليه ثواب. ولو اللي بيشوفنا دلوقتي مش قادر يعمل بير ب 25,000 معهوش غير 25 جنيه يبرع بيه،
معهوش غير 25 جنيه يتبرع بيهم، وقد يكتب الله سبحانه وتعالى له ثواب بير ب 25,000 جنيه. وما ذلك على الله بعزيز. طبعا. تمام؟ وبرضه عايز أركز على نقطة وقلتها قبل كده وهقولها وهفضل أقولها. فقرة مؤسسة سقيا الماء في برنامج بيت الدعاء على قناة تن ليس حكرا على مؤسسة سقيا الماء، إنما هو حكر على الخير، عشان ما يجيش أي حد يقول يعني المؤسسة مش لازم عايز اعمل خير في أي حتة، المهم إنك تعمل خير. طبعا. اعمل خير لك، لزوجتك، لولادك، لولدك، لولدتك، لأصحابك، لقرايبك، المهم تعمل خير، المهم يبقى لك ورد من الصدقة، زي ما أنت بتصلي 5 فروض كل يوم، محافظ على قراءة القرآن كل يوم حزب أو كل يوم جزء، وبتحاول تصلي قبل ما تنام أو بتروح شغلك وحاجة أنت مواظب عليها، برضو واظب على الصدقة زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا السلف الصالح زي سيدنا أويس بن عامر. سيدنا أويس بن عامر ما كان يمر عليه يوم إلا ويتصدق إما بطعام وإما بثياب. أويس بن عامر كان يعني خير التابعين، فبيقول كان يتصدق بطعام، يقول لما يتصدق بطعام اللهم من أمسى الليلة من أمة محمد جائعا فلا تؤاخذني بها، أنا عملت اللي عليا. ما فيش طعام يتصدق بثياب، حتة قماشة، حاجة عنده، جاكيت، قميص، جلباب، والله ويتصدق به اللهم من أمسى الليلة من أمة محمد عاريا فلا تؤخذني به. يبقى كل واحد مطلوب أنه يعمل اللي عليه. ربنا يتقبل من الجميع يا رب ويقدرنا جميعا. ونطلع في وسط المشاهدين ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معي. عايش في الدنيا عارف أنا عايش فيها رسمية درويش، رئيس بحوث ووكيل الإنتاج في المعمل المركزي لأبحاث نخيل البلح. إحنا هنا بنسلم نخيل بلح لمؤسسة سقيا الماء، إن شاء الله هنسلم حوالي 4000 نخلة الموسم دوت، فسيلة يعني سلمنا حوالي 1000. إحنا بنسلم النخل مضمون الصنف وخالي من أي إصابات سواء حشرية أو مرضية أخرى. دكتور شريف حسين خليل، المعمل المركزي لأبحاث النخيل، تابع لمركز بحوث زراعية، تابع لوزارة الزراعة المصرية. احنا النهاردة في قرية سقيا الماء، تابع لمؤسسة سقيا الماء، في مشروع ازرع نخلة كصدقة جارية. ليه المؤسسة تعاقدت معنا؟ لان احنا طبعا كجهة مسؤولة ومعتمدة عن النخيل، تشمل كل التخصصات الخاصة بالنخيل في مجموعة خبراء البستنة، مجموعة خبراء في المكافحة بشقايا الأمراض والحشرات. احنا زرعنا 500 نخلة النهاردة، من كام يوم زرعنا 500، يبقى كده اللي اتزرع حتى الآن 1000، ومخطط خلال الأسابيع القادمة 4000 نخلة إن شاء الله بإذن الله. طب ليه المؤسسة اختارت نخيل صنف البرحي بالذات؟ طبعا المنطقة هنا يجود فيها صنف البرحي لأنه ذو إنتاجية عالية ومن أصناف اللي هي ليها قبول عند المستهلك عالي. طبعا بتميز بأن السكريات بتاعتها معتدلة، إنتاجها غزير. النخلة بسم الله ما شاء الله بتنتج متوسط بنقول 250. الإنتاج كنقديا النخلة بتجيب حوالي 3000 جنيه
طبعا المبلغ الكبير في حاجة بتدفعه في حاجة ذات قيمة بتدر عليك دخل يغطي التكلفة بتاعتها وعائد الاستثمار كمستقبل إن شاء الله. سقيا الماء فأكبر مشروع خيري للصدقة الجارية وقف النخيل اللي ريعه دخله هيصرف على كل أبواب الخير وهيوفر لكتير من أهالينا حياة كريمة. مؤسسة سقيا الماء نعمل من أجل الإنسان. وشفنا مع بعض تقرير جميل جدا، تقرير الصدقة الجارية الوقف لله مشروع النخل، وأنا بحبه جدا. وأنا قبل كده سافرت مع مؤسسة سقيا الماء ورحنا وادي النطرون وزرعت نخلة ليا وقف لله صدقة جارية، وبعدها كمان عملت أنا وإخواتي نخلة صدقة جارية على روح أمي يعني الله يرحمها وخالاتي بمناسبة ايوه هدية ماما ايوه الهدية بقى بتاعة الام، وطبعا شهر مارس بيبقى كله شهر الام وشهر الاحتفال بالام، فقلنا ان احنا بدل ما نجيب لخالاتي بقى هدايا السنة دي نعمل بقى صدقة جارية وقف لله لماما الله يرحمها ولخالاتي اللي عايشين ربنا يبارك فيهم واللي ماتوا يعني وسبقونا بقى كلهم كده على الفردوس القعدة ربنا يجمعنا بيهم، والشيخ احمد علوان كل بقى الحاجات الحلوه دي في ميزانه، لان هو اللي بدا بفكره ان هو عمل النخله وقف لله، هي كانت هديه امه صدقه جاريه كده، ربنا يبارك في عمرها. الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين، من توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان الواحد يوفق ربنا يوفقه يعمل حاجه دي بصراحه يعني ده من فضل ربنا، ودي نعمه ان الواحد يوفق لعمل خير، هذه نعمه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله. لو ربنا سبحانه وتعالى رايد لك خير ورايد بك خير هتعمل حاجة حلوة. قالوا كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح، يوفقه لعمل صالح. ودي فكرة يعني احنا بتكلمنا عنها قبل كده مرة واثنين، وبنقول ان ياريت نفعلها، ياريت يبقى تفكيرنا السنة دي مع أمهاتنا تفكير خارج الصندوق وتفكير مختلف. الحاجة بقى انت هتجيب لها عباية، انت هتجيب لها مش عارف موبايل، انت هتجيب لها حاجة تبقى سنة واتنين وخلاص هتروح لحالها. هتاخد عليها حسنات مش ما قلناش لأ، وحاجة هتفرحها، بس انت لما تكون حاجة تفرحها لمدة 100 سنة ولا حاجة تفرحها لمدة سنة أو سنتين، هي دي الفكرة. عشان كده الصدقة الجارية ياريت تبقى هي الفكرة بتاعتنا السنة دي ونفرح أمهاتنا بيها. وإحنا قلنا لو أنت عاوز حاجة عملية وحاجة مامتك تشوفها، والله الصك بيتكتب عليه، اكتب عليه اسم والدتك، تمام؟ تواصل مع المؤسسة قول لهم أنا عايز أعمل صك لوالدتي، هيتعمل لك الصك في خلال أسبوع، هيكون الصك جاهز واليافطة موجودة. خد والدتك وروح خليها تشوف النخلة بتاعتها وقول لها يا أمي النخلة دي هتديكي حسنات لمدة 100 سنة، هتقول خلاص ونعمة ما فعلت، تمام؟ ممكن حد من الأولاد دلوقتي بيشوفنا مش قادر، مش لازم تعمل لوحدك. لو أنت ليك إخوات كل واحد لو مثلا اتنين كل واحد يدفع 2000 جنيه، لو أنت أربعة كل واحد 1000 جنيه، والله أنتوا الأربعة ما تقدروش تجمعوا غير 1000 جنيه، حلو اعملوا ده وقولوا للمؤسسة احنا عايزين نحط ده في الخير، خد الوصل وديه لمامتك وقول لها احنا اتبرعنا لك يا امي بالمبلغ ده، هيفرحها طبعا. جدا جدا ربنا يقدرنا جميعا ويتقبل منا كلنا يا رب. اللهم ربنا يكرمك، بشكرك جدا في نهايه سلام. حلقتنا يا شيخ احمد، وبشكر مشاهدينا واسيبكم مع اخر تقرير خير في حلقتنا النهارده لمؤسسه سقيا الماء. شجر زيتون وخيره كتير مكان ما يكون يا عم خير، شجر مذكور في قرآني ينور نور رباني رباني ومن
دايما متعودين مع بعض ان احنا بننزل ارض الواقع وبنصور كتير جدا وبنقول لكم التفاصيل وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نطمن قلبكم. النهارده احنا كنا في مشروع او النهارده احنا في مشروع اتكلمنا عليه كتير جدا من جوه الاستوديو، بس النهارده الاختلاف بقى ان احنا نزلنا الارض نفسها. غصن الخير، غصن الخير هو مشروع الزيتون اللي احنا قلنا نعمله وهنشتغل عليه الفتره اللي فاتت. ليه هنعمله؟ علشان حاجه مهمه جدا اللي هي ليطمئن قلبك. احنا نفسنا او بنشتغل دايما في المؤسسه ان احنا نطمن قلبكم، علشان كده جالنا اسئله كتير جدا. النهارده احنا بنعمل الابار بتاعتنا هي ابار تخزين الامطار. طيب فصل الصيف لما بيخش عليا والناس دي مش هيبقى فيه مطر، ازاي الصدقه بتاعتي هتبقى مستمره؟ وازاي هضمن ان انا النهارده الجنيه اللي بحطه في البير هيفضل شغال طول ال 100 سنه او ال 1000 سنه اللي احنا دايما بنقولها مع بعض؟ ففكرنا ان احنا نعمل من ضمن المشروعات الصغيره للاسر المستفيده بالابار مشروع غصن الخير. طيب غصن الخير ده هو عباره عن ايه؟ احنا بنزرع هنا في الارض زي ما حضرتكم شايفين عباره عن 50 شجره زيتون، هيطلعوا لنا ال 50 شجره زيتون دول 12000 جنيه سنويا للاسره المستفيده من البير بتاع حضرتك. طيب انا عشان اشتري او عشان اشترك في المشروع ده بعمل ايه؟ اول حاجه انا بدفع مثلا ال 100 متر البير، ال 100 متر بدفع 25000 جنيه ثمن البير. طيب انا عايز ازود عليه بقى ال 50 شجره اللي هيكون امان ليا في البير بتاعي والصدقه بتاعتي تكون مستديمه، بعمل ايه؟ بدفع 3000 جنيه زياده على ال 25000، يعني الاجمالي 28000 جنيه. بضمن ان انا سنويا 12000 جنيه لكل اسره، يعني في الشهر انا بوفر 1000 جنيه. اضمن ان انا لما الصيف يخش عليا والبير ده معدل الاستهلاك بتاعه كان كبير في الفصل الشتاء، فجه الصيف عليا مفيش ميه، فيبقى الاسره دي حتى لو المؤسسه ما راحتش وسالت على البير، حتى لو حضرتك كنت مشغول ونسيت سهوا ان انت تروح في الصيف وتسال على البير بتاعك او الصدقه بتاعت حضرتك، يبقى انا ضامن ان الاسره دي معاها 1000 جنيه هتقدر من خلاله تبنى البير بتاعها. دي حاجه. حاجه ثانيه اتكلمنا وتسالنا كتير جدا، هل الابار دي ما بتحتاجش صيانات؟ هل انا ما احتاجش اعمل صيانه؟ لا، احنا قلنا بعد 10 سنين بعمل صيانه للبير. طيب بعد 10 سنين هل انا هكون موجود؟ هل المؤسسه هتكون لسه بتلف على الابار دي؟ هل حضرتك هتكون بتروح وبتبص على البير بتاع حضرتك الصدقه الجاريه اللي احنا عملناها؟ مش عارفين. فالمشروع ده هيضمن ان انا بعد المده دي يكون في للاسره مبلغ من خلاله هيصين البير بتاع حضرتك. يبقى انا النهارده عملت ايه؟ عملت حاجه قويه جدا اللي هي ضمنت استدامه البير والصدقه بتاعه حضرتك. علشان كده دايما بنقول مع بعض مع مؤسسه سقيا الماء، نام وطمن، الصدقه دايما في امان وفي خير. تعين محتاج على بكره اساس الخير يدوب بزرعه وارض تاخدها بالاحضان فتطرح فرحه على القدره ايدك في ايدينا نغرسها ساعدنا عشان ننفذها. مؤسسه سقيا الماء، نعمل من اجل الانسان.